السلام عليكم شيخنا ابو عبد الله. حياك الله. شوك شيخ فيصل، عساك طيب؟ بخير الله يرضى عليك. شيخنا الله يسعدك، اللي يتاخر عن صلوات العصر او الظهر او الفجر، ماذا عنهم يا شيخ؟ ماذا توصيهم؟ الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واله وصحبه اجمعين. الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العظيم: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. ويقول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب. قال العلماء: هذا وعيد لمن يأخرها عن وقتها. ونحفظ سورة الماعون: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني أخرها عن وقتها، يصلي فجر طلعت الشمس، يصلي العصر دخل وقت المغرب. فالإنسان يحذر، وهذا من باب كبائر الذنوب أن الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها، لكن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وهي أول ما نسأل عنه يوم القيامة. فليحرص الشباب والإخوة بالمحافظة على الصلاة بوقتها، تكون لك نورا وبرهان ونجاة يوم القيامة. يا بلال أرحنا بالصلاة. وقد جاء الوعيد والتهديد لمن يتعمد ينام على صلاة مكتوبة، أنه إذا وضع في قبره في حالة البرزخ يثلق رأسه بالحجارة، وهم الذين يرفضون القرآن وينامون عن الصلاة المكتوبة. أسباب الرزق: الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطب عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة التقوى. اللهم اجعل محافظنا على الصلاة نحن وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات، واحفظنا واحفظ أهلنا ولاة أمورنا وعلمائنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.